أنا والدة الطفل الأسير خالد الشيخ من بيت عنان، اعتقل بتاريخ 25/12/2014 عند بالقرب من الجدار. طبعا هناك في للأولاد زي ملعب أو ملهى بروحوا بيلعبوا هناك، وتم اعتقاله ولثقوا له عدة تهم طبعا الاحتلال، منها ضرب حجارة وحرق بالعجال إطارات السيارات، وهي الشغلات يعني هي ما صارت منهم، بس هاي زي تهم بتحطها الاحتلال على الأطفال أو إدارة السجون علشان بس يفرضوا عليهم غرائم مالية ويحكموهم ويعذبوا أهاليهم، وزي تربية للأطفال الثانيين. طبعا الطفل خالد عنده فقر دم وهو لسه بتعالج، يعني يوم ما اعتقلوه كان في فترة العلاج وما كمل علاجه. والاحتلال يعني دايما بنزلوا محاكم، نزلوا 4 محاكم وإلى كمان محكمة اللي هي الخامسة بتاريخ 25/2، وطبعا بدهم يجيبوا الجنود اللي مسكوه ويلثقوا التهم، لأنه هو رفض التهم بس واعترف، هو في السجن اعترف نتيجة الضرب المبرع على وجهه، كان وجهه نازل من الدم وكان يعني أثار الضرب على وجهه في المحاكم الأولى شفناه. وطبعا هي يعني احنا بنرفضها وبنناشد جميع المؤسسات والقوى الوطنية والحقوق، مؤسسات حقوق الطفل وحقوق الإنسان بالوقوف لجانب خالد جانب جميع الأسرى في سجون الاحتلال والإفراج عنهم. حكيتي لنا عن وضع الصحي، بقى تعبان وعنده فقر دم، كيف هسه وضع الصحي بسجون الاحتلال؟ احنا كنت ما بنعرفش، لأن احنا يعني انا ابوه يعني كان يعني اعطينا المحامي ورقة تقرير طبي من مستشفى رام الله الحكومي على اعتبار انهم يعالجوا داخل المستشفى، بس انا كأم يعني رافضة لهاي الشغلة لاني ما بديش يتعالج داخل السجون ويعطوه ادوية او ابر زي ما صار في الاسرى السابقين اللي اعطوهم ادوية ومرضوا، يعني كان هم داوم على نظام غذائي وكمان الادوية. اكيد كان في ادوية طبعا لفقر الدم يعني للعلاج، وكنت انا يعني متبع معاه نظام غذائي يعني مميز وصحيح يعني علشان يتم شفائه. طيب بداخل السجن او قاد الاحتلال كمان بنظر بعين الاعتبار لوضع الصحي؟ اكيد لا، اكيد ما بنظر للوضع الصحي، هم بالعكس هم يعني يعني بيحبوا ان السجين او اللي او المعتقل ان يمرض داخل السجون اكثر واكثر علشان يعني يطلع هزيل، يطلع مش قادر يقاوم ولا قادر يعني يواجه الاحتلال. طب شو رسالتكم للمؤسسات الحقوقية والرسمية؟ طبعا احنا بنناشد جميع المؤسسات الحقوقية والرسمية بالوقوف والضغط على اسرائيل للافراج عنا والافراج عن جميع الاسرى في السجون الاحتلال. كوالد يعني انت هو ابنك الصغير؟ طبعا هو اصغر طفل، اصغر ولد يعني عندي واصغر واحد في اولادي، وهو دائما يعني الصديق الي او لابوه، دائما يعني هو بصحبتنا لما بطلع او بروح او بيجي دائما هو بصحبتنا. اكيد انت هسه كلكانه وخايفه عليه. اكيد انا كلكان عليه كثير يعني، وانا بعتبر ان هاي يعني هاي خطوه همجيه من جانب الاحتلال لهذول الاطفال، هذول اطفال القلم واطفال الضفر وأطفال كرة القدم وكرة السلة، مش أطفال البندقية والسلاح. طب إذا يعني هسا هو بسمعك شو بتحكي له؟ أنا بحكي له إني دير بالي على حالي، دير بالي على غذائه، إنه يدرس ويقرأ في السجن إذا في كتب موجودة، إذا متوفر. أنا يعني متأكد إنه ما في كتب متوفرة في داخل السجون للأطفال، خصوصا الصفوف العاشر والتاسع، وين أنا متأكد إنه ما في لهم كتب، بطلب منه إنه بس يضل يقرأ ويكتب علشان يكمل دراسته لما يطلع من السجن إن شاء الله.